نذهب مباشرة إلى واشنطن. كريم يسري من هناك. كريم، حين وصل الرئيس جو بايدن إلى بروكسل قال أنه يتحدث أو تحدث عن احتمالية أن تستخدم روسيا السلاح الكيميائي في هذه المعارك، البنتاغون، وهذا الغريب في تصريح منذ ساعة ويزيد بقليل قال أنه لا يرى إمكانية لاستخدام هذا السلاح. لماذا هذا التضارب؟ بالتأكيد يعني قبل يعني صعود الرئيس بايدن للطائرة الرئاسية هنا من واشنطن توجه إلى الصحفيين وذكر لهم بأن يمكن لروسيا أن تستخدم سلاحا كيميائيا وهو أمر خطير للغاية. بعد وصول بايدن بنحو نصف ساعة إلى بروكسل، أي بعد تصريحه بساعات، أعلن يعني البنتاغون الأمريكي أو على لسان مسؤول بالبنتاغون الأمريكي بأن هناك صعوبة لاستخدام روسيا للأسلحة الكيميائية بسبب وجود الجنود الروس بالقرب من المدن الأوكرانية، وبالتالي سيصعب بشكل كبير استخدام الأسلحة الكيميائية. بالتأكيد تامر، أنت محق بأن هناك تضارب في التصريحات بين أعضاء الإدارة الأمريكية، إن كان في البيت الأبيض على لسان الرئيس جو بايدن، إن كان في البنتاغون الأمريكي على لسان الخبراء العسكريين والمتخصصين في هذا الشأن. نتحدث عن أن أهم التطورات التي خرجت اليوم عن واشنطن كانت يعني بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أعلن فيه بأن روسيا قتلت ما لا يقل عن 2500 شخص في مدينة ماريوبول وحدها، وأن العمليات العسكرية التي تجرى في ماريوبول بالتأكيد هي عمليات وحشية، وأنه لا يمكن السكوت عن عما ارتكبته روسيا في هذه المدينة، وأن هناك عدد كبير من أعضاء الجيش الروسي هم مجرمون. طيب كريم، إلى أن ننتقل يعني أو قبل الانتقال إلى هذه النقطة، تقبل اعتذاري للمقاطعة، اتصالا بالسؤال السابق، رئيس مجلس الدوما الروسي يتحدث بأن الفوضى تعصف بأروقة السياسة الأمريكية، هل هو محق؟ هل ترى لها مؤشر؟ حقيقة يعني لا أعتقد بأنه محق بنسبة كبيرة، لأن يعني بشكل كبير استطاع بايدن على مدار الفترة الماضية توحيد جبهة الناتو بشكل كامل أمام يعني روسيا، أمام فلاديمير بوتين، وهذا أمر هو وفق فيه كثيرا وهو سعيد للغاية به ويشيد به ويتحدث عنه في كل مؤتمر صحفي أو كل خطاب يخرج به لدى الأمريكيين والعالم. الإدارة الأمريكية الحالية استطاعت حتى الآن تحكيم ومحاصرة الاقتصاد الروسي وتجري مباحثات مع كافة دول العالم، ربما لم تنجح بنسبة 100% في عزل روسيا بشكل كامل عن باقي دول العالم، أهمها بالتأكيد الصين والتي ما زالت حتى الآن ربما موقفها مؤيد بعض الشيء لروسيا، ويعني ربما الصين تخشى فقط العقوبات التي قد تفرض عليها إذا تعاونت بشكل مباشر مع روسيا. لكن اليوم كانت هناك تصريحات متعلقة بأن بولندا طلبت خروج روسيا من مجموعة العشرين الاقتصادية، رغم أن بولندا ليست عضوا أصلا في تلك المجموعة، ووزير الخارجية الصيني ذكر بأنه لا يمكن لدولة من خارج مجموعة العشرين